اليوم إن شاء الله طلاب ننهي درس المعايرة بحل الأسئلة النظرية ومسائل طبعا الدرس. في الأسئلة النظرية، السؤال الأول: ضع الشرط صح أو خطأ أمام العبارات التالية وصحح العبارة المغلوطة. السؤال الأول أو نعم: يتميز المحلول القياسي المستخدم في المعايرة الحجمية بتركيز دقيق نعم وثابت. طبعا الإجابة صح. إذا طبعا المحلول اللي أنا بدي استخدمه مشان عاير فيه أو أوجد تركيز مادي ثاني مجهولي، هذا المحلول يجب أن يكون ذو تركيز دقيق وثابت. طبعا الإجابة صحيحة. اثنين: عند معايرة حمض الكبريت، طبعا حمض قوي بهيدروكسيد الصوديوم، يكون المشعر المناسب لتحديد نقطة نهاية المعايرة هو الفينول فتالين. الإجابة خاطئة. السبب: لأن معايرة حمض قوي بأساس قوي البشعر يكون أزرق بروم التيمول. إذا الجواب طبعا الإجابة خاطئة. نعم الإجابة الأولى هي إجابة صحيحة، الإجابة الثانية خاطئة. طبعا التصحيح هو أزرق بروم التيمول، لأن بي اتش المحلول الناتج عن المعايرة هو 7، ويقع ضمن مدى المشعر، مدى المشعر من 6 إلى 7.6. السؤال الثالث: عند معايرة حمض الخل بهيدروكسيد الصوديوم، طبعا معايرة حمض ضعيف بأساس قوي، إذا حمض ضعيف بأساس قوي يكون المشعر المناسب لتحديد نقطة نهاية المعايرة هو أزرق بروم التيمول. طبعا الإجابة خطأ. التصحيح: الفينول فتالئين. طبعا الجواب هو الفينول فتالئين. طبعا نستخدم مشعر الفينول فتالئين لمعايرة حمض ضعيف بأساس قوي، لأن بي اتش التكافؤ طلابنا تكون قريبة من 9، وهي بالتحديد 8.72. نعم، وهذه القيمة تقع ضمن مدى المشعر اللي هو 8.2 للعشرة. ثانيا: اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي. يقول السؤال: عند تمديد محلول NaNO3، هذا المحلول ناتج، طبعا هو محلول ملحي ناتج من حمض قوي وأساس قوي، إذا عند تمديد محلول NaNO3 نترات الصوديوم حجمه 100 ملي وتركيزه 1.2 مول على اللتر بإضافة كمية من الماء إليه تساوي 3 أضعاف حجمه، تساوي 3 أضعاف حجمه، يصبح التركيز الجديد، طبعا أعطينا 4 إجابات: 0.6، 0.4، 0.3 و 0.2. طلابنا من يعرف الجواب الصحيح؟ نعم يا لبابا. 0.3. الجواب هو 0.3، من قانون التمديد بنطالعه، بنحط ان قبل التمديد تساوي ان بعد، وبعدين بنعزل، يعني سي 1 بفي 1 تساوي سي 2 بفي 2. الفي 2 هي الفي 1 زائد كمية الماء المضاف، 100 زائد 300 تساوي 400 ملي، وبعدين بنعوضها. لا تمام بامكانه بطريقة تمام صحيح. مشكورة كثير، الله يعطيك العافية. فعمليا يعني سي 1 ب في 1 يساوي سي 2 ب في 2، فسي 1 كان 1.2 ب في 1، بلا ما حط 100 ملي، يساوي سي 2 ضرب 4 في 1، لانه اضفنا 3 اضعاف،
يعني كان 100 بدي اضيف 300 و100 400، كان في واحد اضفت 3 في واحد، وفي واحد اصبح 4 في واحد. فكان اختصر في واحد مع في واحد. اذا وبالتالي سي 2 سي 2 تساوي 1.2 على 4، الجواب 0.3. اذا الاجابه الصحيحه هي جيم 0.3. السؤال الثاني، بي اتش، قيمة البي اتش الموافقة لنقطة نهاية المعايرة تكون تقريبا تقريبا 9، قريب من 9 عند معايرة. من يعطينا الجواب الصحيح؟ قعيد تفضلي. عند معايرة حمض الأزوت بهيدروكسيد البوتاسيوم. طبعا هاي خطأ. السبب لأنه بده يكون ناتج من معايرة حمض ضعيف بأساس قوي. طبعا الإجابة الصحيحة هي دال، حمض ضعيف بأساس قوي. حمض ضعيف بأساس قوي بيطلع تقريبا 8.2. اتش في اتش 3 سي او او اتش، لان الهاتف ما كان عم يفتح معي. تمام، اذا حمض الخل مع هيدروكسيد الصوديوم حمض ضعيف بأساس قوي. نعم. السؤال الثالث، البي اتش المحلول الناتج عن معايرة حمض قوي بأساس قوي، طبعا 7. الإجابة الصحيحة هي ب 7. ثالثا، أعطي تفسيرا علميا لكل مما يأتي. 1، عند معايرة حمض الخل بهيدروكسيد الصود البوتاسيوم حمض خل بأساس قوي يكون المحلول الناتج قلوي. طبعا الجواب يكون الوسط قلوي عند نقطة نهاية المعايرة بسبب وجود أيونات الخلات. هذه الأيونات بتسلك سلوك أساس ضعيف. نعم، تسلك سلوك أساس ضعيف. وشفنا طبعا الملح الناتج هو عبارة عن خلات البوتاسيوم. أيون البوتاسيوم كي موجب هو أيون يتميه، أما أيون الخلات هو أيون يتحلمه، يتفاعل مع الماء، فهو يسلك سلوك أساس ضعيف. نعم. 2، استخدام أحد مشعرات حمض أساس في معايرة التعديل. السبب يعني ليش هاي المعايرة؟ نعم، طبعا انا بستخدم المشعر مشان يعني استدل على بلوغ نقطة نهاية المعايرة. اذا ليدل على بلوغ نقطة نهاية المعايرة. التعليل الثالث، عند معايرة حمض الخل بهيدروكسيد البوتاسيوم، اذا يكون المشعر المناسب هو الفينول فتالين. نعم، يعني مدام طبعا 8 نعم الى 10 ويحتوي على بي اس نقطه نهايه المعايره. تمام، اذا لان بي اتش، لان مداه مدى المشعر طبعا من 10، من 8.2 الى 10 طبعا هاي القيمه، اما نقطه نهايه المعايره تقع ضمن هذه القيمه، ضمن مدى المشعر. رابعا، حل المسألتين التاليتين. إذا لدينا مسألتين. رابعا، حل المسألتين الآتيتين. المسألة الأولى، ينحل 50 ملي من غاز كلور الهيدروجين. غاز كلور الهيدروجين في كمية من الماء المقطر. إذا ينحل 50 ملي
من غاز كلور الهيدروجين في كمية من الماء المقطر، ثم يكمل الحجم إلى 200 ملي. طلابنا، غاز كلور الهيدروجين غاز عندما ينحل بالماء يصبح حمض كلور الماء، حمض كلور الماء. والمطلوب واحد، احسب تركيز المحلول الحمضي مقدر بمول على لتر، بدي تركيز الحمض اللي حجمه 200 ملي وقيمة البي اتش. طبعا علما بأن كاتب لي هون بفرض أن الحجم المولي لغاز كلور الهيدروجين، طلابنا الحجم المولي لغاز، هذا الحجم المولي لغاز كلور الهيدروجين 25 لتر على مول، لتر على مول أو لتر في مول ناقص واحد. نعم. الطلب الثاني، يعاير 20 ملي من المحلول السابق بمحلول هيدروكسيد الصوديوم، أصبحت معايرة، حمض قوي بأساس قوي. طبعا المطلوب كتابة المعادل الأيوني لتفاعل المعايرة. الطلب الثاني، حساب حجم هيدروكسيد الصوديوم. الطلب الثالث، ما قيمة الـ pH عند نقطة نهاية المعايرة وما المشعر المناسب المستخدم؟ إذا الطلب الأول بدنا عدد أو تركيز المحلول الحمضي، تركيز الحمض. طلاب، الحجم المولي، قانون الحجم المولي لغاز هو حجم الغاز على عدد مولاته. فهو يعني يعطينا بنص المسألة الحجم المولي، الحجم المولي لغاز كلور الهيدروجين يساوي 25 لتر مول ناقص واحد أو على مول. إذا لتر مول ناقص واحد، الحجم المولي قانونه، الحجم المولي لغاز قانونه حجم الغاز على عدد مولات الغاز. إذا وبالتالي يمكن أن نحسب إن عدد المولات، عدد مولات غاز HCl، إن يساوي حجم الغاز على الحجم المولي. حجم الغاز 50 ملي مضروب ب10 قوي ناقص 3، والحجم المولي 25 لتر على مول، بيطلع عندي طبعا 50 على 25 2 في 10 قوي ناقص 3 مول. طلابنا، إن عدد مولات غاز HCl نفس عدد مولات حمض HCl، عدد المولات لا يتغير بتغير الحالة السائلي أو الصلبي أو الغازي. لذلك يمكن أن نحسب تركيز حمض كلور الماء، تركيز حمض كلور الماء. طبعا هو عدد المولات وعلى الحجم. طلاب، عدد مولاته نفس عدد مولات طبعا الغاز أو السائل، نفس عدد المولات. فحسبت عدد المولات من قانون الحجم المولي اللي هو يعطيني بنص المسألة. الآن بحسب تركيز الحمض، هو عدد المولات على الحجم، فعدد المولات 2 في 10 قوي ناقص 3، أما حجمه حجم الحمض لأنه الغاز حجمه 50 ملي، حليته بالماء صار عندي حجم حمض كلور الماء 200 ملي. إذا بتروح 10 قوي ناقص 3 مع 10 قوي ناقص 3، 3 على 200 1%. إذا هذا هو تركيز حمض كلور الماء. طلابنا، بما أن الحمض كلور الماء هو حمض قوي وأحادي الوظيفي، فتركيز H3O موجب نفس تركيز الحمض اللي هو 10 قوي ناقص 2 أو 0.01. وبالتالي أحسب البي اتش ناقص لوغاريتم H3O موجب ناقص لوغاريتم العشرة قوي ناقص 2، وبالتالي البي اتش يساوي 2. الطلب ب من المسألة، كتابة التفاعل الأيوني للمعايرة. أنا عندي حمض كلور الماء مع هيدروكسيد، نعم حمض كلور الماء مع هيدروكسيد الصوديوم. إذا حمض كلور الماء مع هيدروكسيد الصوديوم، تفاعل المعايرة الأيوني H3O موجب زائد OH سالب يعطي 2H2O.
عند التكافؤ أو عند نهاية المعايرة يكون عدد مولات H3 O موجب يساوي عدد مولات OH سالب، CH3 O موجب بV يساوي COH سالب بV. طبعا الأساس قوي والحمض قوي، فتركيز H3 O موجب نفس تركيز الحمض. طلابنا تركيز H3 O موجب نفس تركيز الحمض، وتركيز OH سالب كمان نفس تركيز الأساس. لذلك يمكن أن نكتب الحمض تركيزه 0.01 ضرب حجمه 20 ملي، خلوها بالملي، مش هيطلع معي V2 حجم الأساس بالملي. إذا 0.01 ضرب 20 يساوي 0.05 ضرب V2. إذا بإمكاننا يكون عندي 20 على 5 تماما، لأنه لو ضربت بمية بيروح صفر صفرين مع الصفرين، بيبقى عندي 20 على 5. إذا M 4 ملي هو حجم هيدروكسيد الصوديوم اللازم للمعايرة. طبعا عند نقطة نهاية المعايرة طلابنا يكون الـ pH يساوي 7، والمشعر المستخدم هو أزرق بروم التيمول، هو أزرق بروم التيمول. أي سؤال بالنسبة لحل المسألة الأولى؟ أي سؤال طلاب؟ نعم يا بنات، أي سؤال طلاب الموجودين؟ لا أستاذ، لا أستاذ، كل شيء واضح. طيب ننتقل إلى حل المسألة الثاني. تقول المسألة الثاني لزم لتعديل 50 ملي من حمض الكبريت. طبعا حمض الكبريت H2SO4 حجمه 50 ملي لكن تركيزه مجهول، أنا بدي أحسب تركيزه. إذا لزم لتعديل 50 ملي من حمض الكبريت تعديلا تاما لزم 30 ملي من محلول الصود الكاوي. طبعا الصود الكاوي هو نفسه هيدروكسيد الصوديوم تركيزه نص مول على لتر. اذا هذا حمض الكبريت عدلناه ب NaOH V1 حجمه 30 ملي وتركيزها سي واحد يساوي نص مول لتر ناقص واحد. إذا وعشرين ملي من محلول البوتاس الكاوي تركيزه ربع. إذا أنا حمض عدلته بأساسين كي أو إتش في اثنين 20 ملي لتر وتركيزه 0.2525 مول لتر ناقص واحد. إذا والمطلوب اكتب معادلتي تفاعلي التعادل الحاصلين. بدنا نحسب تركيز حمض الكبريت. الطلب الأخير احسب حجم الماء المقطر اللازم إضافته إلى 30 ملي من محلول حمض الكبريت السابق ليصبح تركيزه 0.01 مول على اللتر. إذا الطلب الأول حمض كلور، حمض الكبريت يتفاعل مع NaOH 2 NaOH يعطي Na2SO4 وH2O، كذلك حمض الكبريت يتفاعل مع 2 KOH يعطي K2SO4 و2H2O. إذا هاي تفاعلي المعايرة الجزيئي. أما الأيوني فعملياً H3O موجب الموجود في الحمض عم تتعدل بـ OH سالب القادم من الأساسين ليعطي 2H2O. الطلب الثاني القانون عند التكافؤ أو عند نهاية المعايرة يكون عدد مولات H3O موجب يساوي عدد مولات OH سالب زائد عدد مولات OH سالب. يعني عدد مولات H3O موجب البدائي يساوي عدد مولات OH سالب من هيدروكسيد الصوديوم، هاي راح اعتبره واحد
زائد عدد مولات OH سالب من هيدروكسيد البوتاسيوم أو من البوتاسيوم الكاوي، هاي راح نعتبرها 2. طيب بمعنى أن عدد مولات H3O موجب البدائي يساوي عدد مولات OH سالب المضافي. نعم. وبالتالي C تركيز H3O موجب ب V، طبعا هاي الحمض، يساوي سي واحد بفي واحد زائد سي اثنين بفي اثنين. طبعا بما ان هيدروكسيد الصوديوم وهيدروكسيد البوتاسيوم اساسيين قويين احادي الوظيفي، فتركيز اتش ثلاثة عفوا تركيز او اتش سالب نفس تركيز الاساس. اقوم الان بالتعويض. طلابنا انا بدل ما بدي اعوض تركيز اتش 3 او موجب، بعوض بدال 2 ضرب تركيز الحمض، هذا في اللون الاحمر، في اللون الاحمر هذا تركيز الحمض، تركيز حمض الكبريت، لانه تركيز اتش 3 او موجب يساوي 2 سي ا، 2 ضرب تركيز الحمض. اذا بدل تركيز اتش 3 او موجب وضعت 2 ضرب تركيز الحمض، فسي باللون الأحمر هذا تركيز حمض الكبريت، بفي يساوي سي واحد بفي واحد زائد سي اثنين بفي اثنين. نعوض 2 سي ضرب 50. طلاب هون إذا بدي حول اضرب بعشرة قوي ناقص 3، هون اضرب بعشرة قوي ناقص 3، هون اضرب بعشرة قوي ناقص 3، برجع باختصر. إذا 2 سي ضرب 50 يساوي نص ضرب 30 زائد ربع ضرب 20. طبعا نص ضرب 30، نص ضرب 30 هو 15، وربع ضرب 20 هو 5. أصبح الطرف الثاني إذا هذا يؤدي إلى أن 2 في 50 مي، إذا سي ضرب مي يساوي 20، وبالتالي سي تركيز الحمض يساوي 20 على 200 بالعشرة. إذا تركيز الحمض، طلابنا تركيز الحمض، حلق لو أنا بدي خلي تركيز H3O موجب كان طلع 4 بالعشرة، ونعم تركيز H3O موجب نعم 4 بالعشرة، وبالتالي تركيز الحمض هو نص تركيز H3O موجب، لذلك عوضت بدل تركيز H3O موجب يساوي 2 ضرب تركيز الحمض، فطلع معي تركيز الحمض مباشرة 0.2 مول على لتر، لأنه حمض الكبريت حمض قوي وثنائي الوظيفي. لنحسب تركيز حمض الكبريت بالغرام على لتر، تركيز بالغرام على لتر يساوي التركيز بالمول على لتر ضرب M، M الكتلة المولية لحمض الكبريت H2SO4، إذا H2SO4 طبعا بيكون 98، الاو 16 في 4 64، الاس 32 صار 96، واتشين يعني واحدين صار 98. اذا تركيز الحمض بالغرام على لتر يساوي 0.2 ضرب 98 بيطلع 19.6 غرام على اللتر. بالنسبة لطلب التمديد نقول إن قبل التمديد يساوي إن بعد التمديد. نعم إن واحد يكون قبل التمديد. نعم. أما إن اثنين منحطه بعد التمديد. نعم بعد التمديد. إذا إن واحد قبل التمديد يساوي إن اثنين بعد التمديد. نعم. سي واحد بفي واحد يساوي سي اثنين بفي اثنين. سي واحد طبعا هون السي واحد عم بصير احيانا اخطاء مطبعي. اذا سي واحد 0.2 تركيز الحمض، حجمه في واحد 30 ملي. نعم حجمه في واحد 30 ملي يساوي سي اثنين 0.01 بفي اثنين. اذا
30 ضرب 0.2 هو 60، على 0.1 بيطلع 600 ملي. إذا 600 ملي هذا الحجم بعد التمديد، الحجم بعد التمديد، إذا الحجم قبل التمديد 30 ملي، بعد ما أضفنا له ماء مقطر أصبح الحجم 600 ملي، وبالتالي حجم الماء المقطر المضاف هو 570 ملي. 600 ناقص 30 يساوي 570 ملي.